Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük boncuğum ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. بس الشغلة الحلوة إنه بفضل هالحادث رجعت ذاكرت أختك، صارت بتتذكر كل شيء. تيمور لا تخاف، ما رح يصير شي عليك. منشان ابني أنا لقيت أب من زمان، اشتقت لكم واشتقت للبيت واشتقت لغرفتي، ما قدرت أتحمل بعد عنكم. ولك يا سار عيب عليك، البنت قاعدة ببيتها مع أخوها مثل العالم والناس. أكيد بيكونوا ضغطوا عليها، مهددين ومخوفينا، ولا ليش لحتى تقول هيك شي؟ مين هددها منار؟ طبعاً هي اللي بتساوي كل شيء. بكرة رح تشوف. يلا ضلوا بأمان الله. وانتو كمان تضلوا بخير. بابا أخي جاي لياخدني أنا وأمي، في عنا شغلة، منوصلكن بطريقنا وبعدين منروح من هونيك، ماشي؟ لا مرتخي، انتو شوفوا شغلكم وانا رح وصلهم على البيت. ايه ماشي. ليش ما رح تاخدونا؟ حبيبي انتو روحوا مع جدكم وبس نخلص شغلتنا منجي، ماشي؟ يلا لشوف، يلا فريدة، يلا اخوك عم يستنانا. بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شوفكم بالبيت. بابا شو صار لك؟ عمو انت منيح؟ بابا انت منيح؟ بشو حاسس؟ ابي لا تقلقوا على الفاضي، شوية وجع بس راح، أنا منيح هلأ، بس اتضايقت على أبوها للمرحومة سلطان، تأثرت كتير بوضعهم. مو على أساس مريضة كتير وما فيكي تنزلي على المطبخ لتتزهرمي؟ كيف طبتي فجأة وطال على برا؟ لساتني مريضة بس مضطرة أطلع. روحي خانم، بس إذا ما فيها سئلة ممكن أعرف حضرتك لوين رايحة بهالساعة؟ أنا رايحة على المشفى يا خانم، الدكتور قال لي إجي كل يوم. ماشي ناريمان خانم؟ وهلأ مشي حال فضولك؟ قال دكتور قال. أول شي قالت ما بدها تجي، حاولت تتهرب بس لما قلت لها أنا جاي لعندك على البيت خافت وقالت لي جاي فورا. منيح، معناها رح تجي على رجليها وتشوف مين هو بطل المعركة ومين الخسران.
ألو؟ مين هالرجال هاد؟ مين؟ هذا جنزير، كيف اجى لهون؟ ما عجبني هالمكان، تعالي على بيت كمال القديم على المستودع. هاي هاي وقف شوي لحظة، هاي تاكسي، قلت لك وقف، تعال تعال لهون. وين تركتني بالمكان المقطوع ورايح؟ اوف، تركني ورايح ولا على باله. يلا امشي امشي. المكان معناها دفنوكي هون عديمي الشرف. آه منك يا أختي، ليش ما خبرتيني من قبل؟ كنت أخذت لك حقك منهم وارتحتي. شو بساوي؟ كل شي كان متراكم براسي، ما كنت متذكرة شي من يلي صار معي. المسكينة شو بدها تساوي؟ لسه لهلأ لحتى تذكرت اللي صار معها. آه فريدة، خلص هاي نحن وصلنا على النهاية، وهديك الحية رح تدفع تمن كل هالشغلات البشعة اللي ساوتها معك. مين هالرجال؟ أكيد مو كمال، لأنه ما بيعرف الكوخية اللي بشيله. أنا وأمي بس منعرف، وفريدة ما بتتذكر شي، فاقدة ذاكرتها. ايه مين هاد يلي بيعرف كل شي؟ تيتا نحن اجينا. يعطيكي العافية نالي. اهلا وسهلا فيكن. خير الدين شو سويت؟ وإن شاء الله قمتوا بواجبكم. بإذن الله قمنا بالواجب. الله يرحمه ويحسن إله. جدو؟ ليش الإنسان بيندفن لما يموت؟ تعالي لشوف، يلا تعالي. أوبا، يعني كيف شجرة الفواكه بتطلع من حبة واحدة لما منزرعها، وبعدين السمرة بتقع وبيجي الشتاء وبتموت، بس بتضل البذرة جواتها. والإنسان كمان طول حياته بالدنيا بيشتغل وبيتعب، وهيك بيأسس بذرة حياته، بس جسده بيفنى، وهيك بالموت بيصل للنهاية وجسده بيزول. ونحن كيف ما منزرع البذرة تحت الأرض لحتى تلد من جديد؟ وكمان البذرة اللي أسسها الإنسان بالدنيا بتعبه وعمله بيدفنوها تحت الأرض لحتى
تنبعث من جديد وتعيش مرة تانية. بس نحن ما شفنا حدا رجع عاش بعد ما مات. مظبوط، ما عم نشوف، لأنه في بقلب الإنسان بذرة البقاء للأزل، وهاي الدنيا فانية، وإذا الإنسان انبعث على الدنيا من جديد فرح يرجع يتعب ويموت مرة تانية، والشي بيكون بالنسبة للإنسان عذاب طويل كتير ما بينتهي، ما هيك؟ الله بيخلي بذرة الإنسان المؤمن اللي بتفوت لتحت الأرض تنبعث بالآخرة للحياة الأبدية، وبيكون وقتها حقق أمنية حب الأزل الموجودة جواته بالجنة. يعني؟ ايه، الإنسان المؤمن بنبعث على الجنة، لأنه هنيك ما في موت بالمرة يا أولاد، وقتها الإنسان رح يكون قريب من الله، وهنيك في الحياة وما في الموت. استناني هون جاي. مين في جوا؟ لك مين في جوا؟ أنا أجيت بالبيت. ليك أصحك تلعب معي؟ طلع وين ما كنت. بزعل منك. ها يا لطيف، شو بتملي بسرعة؟ لسه هلأ بلشنا. ليش جبتني على هالمكان الوسخ؟ فكري بفريدة كمان، كم يوم خليتوها تنام هنيك؟ شوف، قديش بدك مصاري بعطيك؟ بكفي ننسى هالموضوع على الأخير. انسى أنك اتصلت، وأنا بنسى أني أجيت لهون. منار خانم، واضح انك متعودة تحلي كل شغلك بالرشوة، بس صدقيني هاي المرة ما رح تمشي. وينك انت؟ يلا واجهني لشوف، وقول شو بدك مثل الرجال. ليكي، بتجي على المكان اللي دفنتو فيه فريدة وبتلاقي اجوبة لكل الاسئلة. شو هاد؟ أهلا وسهلا يا عمري. جوعان؟ بحضر لك شي؟ لا ما بدي شكرا. بابا مو هون؟ برا عم يقرأ. شوفي، مانك على بعضك؟ لهلأ ما في أخبار عن ليلى؟ لا بقى تسأليني عن ليلى، القصة انتهت، كل شي انتهى. افترقنا.
استناني بأول الطريق. نحن فوق الجبل، شو إلك شغل هون؟ هاي أنا أجيت. شو وينك أنت؟ يلا ورجيني حالك. لك وينك انت؟ يلا اطلع بقى. شرف، انت شو عم تساوي هون؟ بنتي يلي ليش هون؟ ما بعرف، في واحد قال لي انه في شيء كتير مهم، اتصل فيني وقال لي اجي لهون. غريب كتير، وانا في واحد قال لي اجي، معناها في حدا عم يتمسخر علينا. خلص انسى، خلينا نروح. عشو عم تطلع؟ ما في حدا، تعال. وين؟ استني يا خانم، لوين رايحة؟ في كتير شغلات بدنا نحكيها باعتبار السيد شرف هون. نضال؟ مو هذا أخوة لفريدة؟ وانت شو بدك منا؟ عم تتمسخر علينا؟ ما لقيت حدا تتسلى فيه؟ أنت اللي طلبتنا لهون؟ شرف خلينا نروح، راحت فريدة طلع لنا أخوها. منار، لك شو أنتو بتكون جننوني؟ شو عم بيصير؟ شو عم بتساوي هون؟ فريدة، نحن هون مش عم تخبضي بكل شيء. شو بدها تحكي؟ عم تحاولي تلعبي علي انت وامك؟ ما شرف، انا بدي روح من هون، بترجاك. انت يلي بتلعبي على الناس، انا بس بدي احكي الحقيقة. فريدة، انت منيحة؟ منيحة؟ انت مانك شايفة يعني؟ اول شيء فقدت ذاكرتها وهلأ عقلها. انت المجنونة وليك؟ بنتي متذكرة كل شيء، الحمد لله رجعت لها ذاكرتها. انت شو عم تقولي؟ ايه بكفي بقى، يلا فهموني شو القصة. احكي فريدة، بتمنى يكون عندك شيء مهم. سيد تيمور، أنا اتصلت بالمشفى، قالوا لي إنه منار غانم تركت المشفى مبارح. ماشي. مرحبا، أنا تيمور، بدي أطلب منك شغلة. عم حاول اتصل برفيقة قديمة اسمها منار، منار أوزجور. لا هرب، شو هلأ؟ تركت هديك الشغلات من زمان، خلص أنا رح أتزوج عن قريب، ومشان هيك أنا حابب أعزمها على الحفلة. فيك تساعدني لحتى أعرف مكانها؟ شرف، ليك منار يلي عملت كل شي،
يلي خطفتني ويلي حبستني وجابتني ودفنتني هون. أنا؟ أنت شو اللي عم تقولي؟ عم تسمعي حالك شو عم تقولي؟ يعني شرف رح تتسمع عم سخرتا؟ عم تكذب؟ لا أنت اللي عم تكذبي يا حرباية. وأنا ليش لحتى ساوي هيك شي؟ احكوا ليش؟ قولي الحقيقة مرة، اعترفي بكل شي. ها؟ مو أنت وأمك خطفتوني؟ ها؟ وحبستوني بالكوخ؟ ضليت أيام مربطة هونيك، وحتى حاولتوا تسمموني، وما زدت حالي من السيارة لأهرب منك؟ مو أنت اللي أخدتيني على المشفى؟ ما تحكي، يلا اعترفي بالحقيقة. هلأ أنا سويت هالشغلات ما عم صدق. ايه أنت حاجتك مسخرة، أكيد أنا ما سويت هيك شي. هاي عم تمزح. وبعدين هداك كمال طلع قدامي فجأة وقال إنه جوزي. أنت يلي ساويتي كل هالشي فيني. أنا؟ شرف ما عم تصدق كلامها. ما هيك؟ أنا رايحة من هون، ما عاد فيني أتحمل المسخرة أكتر من هيك. ليش جبتني على هالمكان الوسخ؟ فكري بفريدة كم يوم خليتوها تنام هنيك؟ ليك قديش بدك مصاري بعطيك؟ بكفي إنك تنسى هالموضوع على الأخير. انسى إنك اتصلت وأنا بنسى إني جيت لهون. منار خانو، واضح إنك متعودة تحلي كل شغلك بالرشوة، بس هالمرة ما رح يمشي الحال. وينك أنت؟ يلا واجهني لشوف، خليك رجال قول شو بدك. ليكي تجي على المكان اللي دفنتو فيه فريدة، رح تلاقي أجوبة على كل الأسئلة. كيف قدرت تعملي هيك وليه؟ ليش هيك عملت يا حقيرة؟ ولك انت شيطانة، انت كلبة؟ صدقني مو بقصدي، امي خططت لكل شيء، انا بس كنت قالي لهالشي. ولك ولسه عم تكذبي؟ والله العظيم هاي الحقيقة، امي كانت عم تحاول تنتقم من جنان خانو لأن سرقت ابي من امي، كل الحق عليها ودخلتني إلي بانتقامة. والله ما كنت بعرف إنه هيك رح يصير، وأنا رحت لحتى خلصك من الكوخ. والله هيك ما بتتذكري؟ بعدين لما صار الحادث، يعني لما فقدتي ذاكرتك، احترت شو بدي ساوي. صحي ضميرك مرة واحدة ليقول الحقيقة، بس يلي مثلك ما في عنده ضمير أصلاً. لهالدرجة صعب عليك تقولي الحقيقة؟ لو مرة واحدة بحياتك قولي الحقيقة. والله خفت كتير يفكروا انه انا اللي مساوي كل هالشي فيكي، ما كان حدا رح يصدقني. ولساتك عم تكذبي كمان؟ شو عم تحاولي تكملي لعبة الانتقام تبع امك؟ ولك لساتك لهلأ مستمرة بالاكاذيب تبعك؟ عم تحاولي تطلعي حالك بريئة يا قليلة الشرف؟ ليش طلعتي وحدي حقيرة وقليلة شرف؟ ليش هيك ساويتي يا وسخة بمرتي؟ ليش؟ سويت كل شي من شاننا ولا أحمي ابننا، من شان أسس عيلة سعيدة. يعني كان لازم فريدة تنسحب من بيناتنا. لك شو هذا اللي عم تحكي؟ أنا أي عيلة عم تقولي؟ قلت بجوز لما تروح فريدة من البيت بتحبني، هذا كان كل همي. استغفر الله العظيم. أنا قلت إذا حبيتني بتنسى كل شي، أنا سويت هيك بس لتحبني، كان كل همي بس إنك تحبني. منيت إنك تكون إلي وما بدي حدا يشاركني فيك. إذا ما بتشفق علي اشفق على ابننا. هالولد إذا إجا رح يصير مصيبة علي، لازم بأسرع وقت أتخلص منه نهائيا. Thank you.
أنا ما راح أرجع، ألغي مواعيد اليوم وأجليه لبكرة. ماشي مثل ما بدك. بترجاك سامحني، شرف أنا ببوس إيدك، لا تخلي ابننا يجي على الدنيا وما عنده أب. ولك لك قديشك وحدة ما بتستحي، ليش لا يشفع عليكي؟ ليش حضرتك ما شفقتي على بنتي وانتي عم تحرقيها؟ اصلا ما عندك مشاعر. شرف وليك انتي اي نوع من النسوان؟ والله بتسلك راسك انتي وليك بتبحك. اخي بكفي. ولك روح ادعي لها ليل نهار، لولاك اندبحتك وقطعتك تقطيع. بكفي خلصوا. نضال اهدى شوي، اهدى وروق شوي. هلا انت صدقت اني بريئة وعم قول الحقيقة، ما هيك؟ لسه هلا منار اعترفت لك بكل شيء، وبإذنك سمعت اعترافها. ليه ساكت؟ ما عم تصدقني؟ بس بنفس الأدان سمعت شغلات تانية. فريدة أنا ما نسيت آخر حكي لسلطان. شك متعشى جوات قلبك، وانت ما رح تصدقني شو ما ساويت. فريدة، فريدة انت وين رايحة؟ فريدة، فريدة تعي لهون. ولك يا عديم الشرف، انت شو بدك من اختي لسا؟ شرف شو لازم نسوي لك لسا لحتى تصدقها؟ وقفت على كلمة سلطان؟ كانت اختك فهي مرتي. هي مرتي يا كلب، لا تتخانقوا. مرتي اهدوا شوي، يلا بعدوا عن بعض، يلا لا تعملوا هيك. لا تعملوا هيك، هي مرتي يا حيوان. بكفي انت وياه. انا بورجيك مين مفكر حالك. قلتلك هون ولك ابني الشرف. انا بترجاك ساعدون لك. خلص بكفي بقى، مشان الله ساعدوني. انا رح خلص عليك، بترجاكم ساعدوني. ضالك بكفي. اوه سيد تيمور، لساتك متذكر الطريق لهون؟ اهلا وسهلا. شكرا. تفضل. شو اخبارك؟ لساتنا على حالنا سيادة المدعي. انت شو اخبارك؟ هلا ماني مدعي عام، قدمت استقالتي وصرت مدير عام شركات العائلة. على خير، بس صوتك ما كان منيح على التليفون. بصراحة أنا بورطة كبيرة مع وحدي ومحتاج لمساعدتك. لحظة لأطلب فنجانين قهوة. بنتي اثنين قهوة. عم اسمعك. نضال اهدى اهدى. كل الحق علينا لأنه عطيناك إياها. خلص اهدى شوي. طلعت واطي ما بتسوى قرشين. هي اعترفت بكل شيء، أنت لسه شو بدك أكتر؟ لا انت بدك تضل اعمى. ايه هروب هروب، ما بتعرف غير تهروب. هاي الحقيره اعترفت بكل شيء، شو بدك اكثر من هيك؟ شرف شرف، هروب هروب يا قليل الشرف. شرف استناني، انت لوين رايح وتاركني؟ شرف انا بترجاك. نضال اهدى شوي، روح جيب السيارة، لازم نلاقي فريدة، يلا ارقد بسرعة. ما رح تتركوني لحالي بهالغابة، ما هيك؟ أكيد قلبكم ما بيطاوعكم، ما هيك؟ ايه مزبوط، ما بيطاوعنا، بلكي بياكلك شي ضبع. Come on.
حسب ما حكيت لي هالمرة مانا قليلة بنوب. تاريها حاطتك بالفخ؟ كيف سويت هيك بدون ما تنتبه؟ لا تكون عطيتها أمل. لا يا، أي أمل؟ هيك صارت. مرة كنا سهرانين مع بعض، ما كنت بعرف إنه رح نوصل لهون، وهي قالت لي لا تاكل هم، وحتى أنا نسيت هالشغلة لحتى هي اتصلت فيني. ملاقيتك زلمة غني كتير، وخاصة إن حامل منك، ما بظن تضيع هيك فرصة. أوف. الموضوع بشع، وخاصة قدام خطيبتك. إذا رنا سمعت بهالشغلة بنتهي على الآخر. أنا لازم أتخلص من هذا الجنين وبأي طريقة. أنت أول شي روح شوف وين هالمرأة وجيبها لعندي، خلينا نحكي معها. بس إذا كانت مصرة كتير على أن تجيب الولد، ما بعرف شو منساوي فيها. مرحبا منار، أنا تيمور. منار، أنت عم تبكي؟ أنت وينك هلأ؟ رح أجي أخذك. ما في داعي. شلون يعني ما في داعي؟ أنا جاي فوراً، وينك؟ يتيردك سوداي بير هيج أورنا نلردن وزكيشتم سنينو sen misin acıtan yenildim işte sen misin acıtan yenildim işte gururuma geçer mi sensin على شي طريق سن بنيم دنيا şimdi kim o وينها؟ كأنه انشقت الأرض وبلعتها؟ لا تتلبكي، وين رح تكون يعني؟ بلكي فاتت على الغابة لأنه مو بوعية. خلينا نشوف. ليك هنيك. فريدة بنتي حبيبتي، انت منيحة؟ امي شفتي شرف ما صدقلي. شو بدي ساوي هلا؟ وين بدي روح بحالي يا ربي؟ خلص حبيبتي لا تبكي، بكفي لا تزعلي، رح ينتهي كل شيء ورح تتصلح الامور، لا تزعلي خلص. Thank you.
شو صاير لك؟ تيمور ساعدني الله يخليك. منار لك عجل ساعدني. منار يلا حبيبتي يلا قومي لنروح. يلا يلا قومي قومي يلا تعالي يلا. منار وشرف شرف انقلع وراح ونحن تركنا منار هنيك. فريدة أكيد ما رح ناخدها معنا ما؟ لا لازم نرجع ناخدها ما فينا نتركها هنيك. أنت أكيد جنيتي لك شلون لساتك عم تفكري بهالحية؟ إذا تصرفنا مثلها بشو رح نختلف عنا؟ أخي بترجاك؟ والله أنت جنيتي على الآخر ونحن عم نسمع كلامه. اركبي يلا اركبي يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. جايب لك يلي حكيت لك عنها وانت بلش بتحضيراتك. ها شفتي ما انا موجودة. يلا خلينا نروح. قلتوا انها كانت عم تنزف لتكونوا قاعد بشي مكان. دعس لبنزين استعجل شوي لازم اتخلص من الجنين قبل ما تفيق يا غبي. ماشي معلم. لا تشغلي بالك بتكون دبرت حالها بشي طريقة وحتى بجوز تلاقيها بالبيت. والله صحيح بجوز يكون شرف رجع وأخذها معه. أنا بتوقع كل شي من زوجك هذا. شوفي رح وصلكن وروح من هنيك لأني بخاف أقتله لهداك. طيب ماشي. شي ربع ساعة ورح نكون عندك بالعيادة. لك عم تهرب ركض امسكها ولك. يلا مانك شايف الإشارة خلصنا في عنا شغل. طول بالك ليتقلك عرق.